شيخ، في أخت كانت قالت لي إن تصوير المنتقبات لو هي بتصور نفسها بالموبايل ما يدخلش في ذوات الأرواح لأن هي ملامحها مش باينة، فهل ده صحيح ولا لأ؟ والحكم إيه لو هي صورت نفسها يعني؟ إذا صورت لابسة النقاب يعني بالمحمول؟ يعني هما منتقدات بيصوروا بالموبايل، فإيه الحكم في كده؟ يعني صوروا وخرجوها للرجال ولا بيصوروا فيما بينهن ولا إيه بالضبط؟ لا بتصور على موبايلها هي الخاص مش بتنشرها بالنقاب بالنقاب، أو بغير يعني ده النقاب؟ بيفسد ذوات الأرواح ولا عشان ملامحها مش باينة لا فما فيهاش لا، حكم؟ الأمر في المحمول خفيف يا أختي، ما دام هي ترى نفسها فقط كالمرآة بس. السلام عليكم.